وفاء لذكرى الشهيد شكري بالعيد كانت حاضرة الفنانة التونسية لبنى نعمان، لبنى المعروفة بنضالها، لبنى المعروفة بنوعية خاصة من الفن اللي بصراحة يطلع عليها واللي جمهورها يحبها برشا في النوعية هذه. بالطبيعة لبنى كانت حاضرة مع مجموعة حس، مع مهدي شقرون، نضال، جماعة الكل اللي تعودنا بهم في المجموعة هذه. بالطبيعة باش نلقاو جديد لبنى نعمان، أيضا باش نلقاو حاجات ملحنة من مهدي، كلمات جديدة، فما بحث كبير في الموسيقى اللي تقدم فيها لبنى والمجموعة اللي معاها. الجمهور كان حاضر في الكوليزي بكثافة لأنهم لتيكي كانوا رخاص في المتناول ب 5000 وب 10000. باغ كونتخ فما جمهور نورمالمون لازم يكون حاضر في أميمة الخليل في قبة المنزه، لتيكي برشا ناس قالوا غاليين شوية بين 20 و 30 دينار. كما تعرفوا لبنى بنت الشعب، لبنى عندها برشا جمهور جاي الكوليزي يحبها. الحفلة كانت عنوانها من حقي نغني، نكتشفوا الغوبرتاج ونرجع. سمعت بلبنى عاملة اعتصام وحدها، يعني عاملة حفلة من حقها تغني، شكون اللي منحها من الغناء؟ أكيد اللوبي اللي شاد الغناء. كل ما في الأمر أنه عندنا زوز توجهات، فما الموسيقى المعتادة اللي تعودوا عليها من وقت بورقيبة وقت بن علي حتى لتوا، الناس اللي تعمل في الموسيقى لما يطلبه المستمعون. فكرة العارض هي من الحق، هي أنه من حقي نغني، أنه من حقي نحتاج سلميا. هذه أكسيون سيتويان، تدافع على المواطنين، تدافع على حقوقنا في العيش بكرامة، تدافع على حقوقنا في أن نحتاج وقت اللي نحس روحنا ماناش عايشين بكرامة. من حقها تغني يتزامن مع إحيائنا لذكرى اغتيال الشهيد البطل الرمز شكري بن عيد. صوت شكري بالعيد اكيد مبثوث في صوت لبنى نعمان. Je suis venu avec mes amis tunisiens et je veux partager avec eux ce moment de commémoration. Triste, mais en même temps c'est la fête, c'est bien, c'est la Tunisie. Donc je vais découvrir لبنى, je la connais pas. Alors vous connaissez bien le martyr شكري بالعيد؟ Bien sûr, tout le monde le connaît, partout on en a entendu parler, bien sûr. Et tout le monde était très triste, très touché. Oui. Vous êtes Charlie et vous êtes aussi Choukri. Charlie et Choukri, voilà. Je suis pour la paix et la bonne humeur comme vous en Tunisie. موجودين في لبنى نعمان ومش أميمة، علاش؟ على خاطر لبنى نعمان هي أكثر، هي مناطق قبل ما تكون فنانة، وتيكيت تاع 5000 بيان سور باش تكون خير من تيكيت 20 و 30. وزيد قلنا لبنى نعمان هي إنسانة، هي مناضلة ديما في لي مانيفستاسيون، ديما مساعدتنا وديما مناضلة معانا وديما تقع مساندتنا، ما تقاش في لي مانيفستاسيون أميمة. نشجعوا المنتوج التونسي احنا. ولد الشعب نحن. بنت ولد الشعب. بنت ولد الشعب. تبع اليسار، تبع اليسار. قلب على اليسار ومناضلة. على اليسار احنا راه. ولاباس نعم في تذكرة باش يجي واحد عنده كلاس سي باش يجي يتفرج فيا معناها، لا مش هذاك، حب ناس زويولة. ولاد الشعب ليتوديون ايتوديون والطبيب طبيب والنجار نجار، معناها الناس الكل فهمت، وسورتو سورتو في ذكرى كيفنا كي معناها ما تنجمش سورتو احنا ندافع على قضيه معينه اسمها ليلي تجريم الاحتجاج الاجتماعي. بما انه شكري بالعيد كان من اول الناس اللي معناها دافعت على هذا، وما نجمش نجي نعمل تذكره نتاع 20 و30 و40 و50.
جو سوي لبنى مانيش اميمه. علاش انا جو سوي لبنى مانيش اميمه؟ لانه لبنى بنت الشعب. انا كي نجي ونسمع لبنى نعاون بنت بلادي خير لي برشا. معنى ما هذا ما يعنيش اني ما نحبش فن اميمه الخليل، ولكن كي نتحط في هذه المطاربه بين لبنى واميمه بنختار لبنى. انا لبنى واميمه، انا جيت باش نحضر اللبنى اولا، بعد ذلك ننتقل باش نحضر الاميمه. ونحن نؤمن انه الصوتين هذم صوتين مهمين في التجربة الإبداعية البديلة في وطننا العربي. أميمة أنا من اللي صغير تربيت عليها، ولبنى زادة عندها مكانتها، لبنى عندها مكانة جديدة زادة ومازال عندها مستقبل كبير. دونك ما فماش علاقة كبيرة، فما هكا مش سوء تنظيم، ما بيه فما برشا شارج، فما برشا ديزيفينمون، ومش كان ديزيفينمون هذهم بركة اللي صار عليهم زعما كلام كيفاش الزوز فرد وقت. جبهة شعبية كلكم حاملين لي دغابو نتاع جبهة شعبية. خاطر علاقتنا بالجبهة مش هي علاقتها بالجبهة، فنها ملتزم يحكي على الوطن ويحكي على النضال، وكي نجي نشوفوا أكثر عبيد منظمين نجمة جبهة شعبية. فوالا النوع هذايا من الفن كلك سواء في الموسيقى ولا في المسرح ولا في أي نوع، عادة بالنسبة للحكومات يكون مش محبذ ياسر. هذاك علاش لبنى ومهدي وكل ما من الناس اللي عملوا اونتر جيمي معناتها الاغنيه السياسيه او البديله عاده يقاو مشاكل ويقاو برشا صعوبات باش يوصلوا يتعرفوا عند الببليك. هل ممكن لبنى نهار تنحاز تولي من الفنانين كاين مثلا جبهه شعبيه ولا تحكم تولي من الفنانين بتاع البلاط المتقربين للجبهه؟ لا عمري ما نكون مع التابعه لحد. انا كائن حر طليق، انا نكون مع الافكار. معنى الجبهه الشعبيه انا ننصرها اكيد في افكارها اللي تدافع الشعب. الجبهه الشعبيه هي انويو يحكي علينا زاده، اما الانتماء الحزبي انا مانيش معاه، انا فنانه حره.
مجموعة حس اليوم عطات الحس البرشة نوع من الفن، مجموعة حس لأنها حافظت على النمط الغنائي متاعها، حافظت على أفكارها، حافظت على التزامها. هو سانتو فيت سانتو كل شيء، معناها راك تشوف حتى نوعية الموسيقى نتاع حس ما تنجمش تحصرها في نوعية معينة، يعني فهم برشا موسيقات مخلطين في بعضهم عاملين ان ستيل ديفيرون، معناها تجب تسمع فيه برشا حاجات. بالنسبة لمجموعة حس اليوم كان برشا حس، برشا نغم، برشا هبلة، برشا فن، وفي الأخر حلمنا مع لبنان عمي. شويه مع جمهورك، جمهورك اللي يحبك اليوم انت ولبنى بيان سور، حبيت انت كلك كانك حبيت توصل اللي ما نحبش نعاود نغني للشيخ امام، نحب نغني الاغاني الخاصه بيا، المنتوجاتي الخاصه، ومن بعد كما يقولوا اونتر كيومي تحت طلب الجمهور ضعفت وغنيت شيد اسورك. مش ضعفنا، هو مش ضعف بقدر ما هو حب، يعني بارتاج، تنجمش واحد تامن به ويامن بيك ما تلبيلوش حتى أموا 0.1% من رغباته، يعني هو يسمع ويشيخ في غنايتك الكل. أنا بالنسبة لي أنا موقفي واضح من الشيخ إمام، الشيخ إمام هو عظيم، اللي باش يمسه يا يمسه بالكدا يا فك عليه منه. شايد قصورك على المزارع بالقطينة وعمل إيدينا، شايد قصورك على المزارع والقطينة وعمل إيدينا، والخمارات جنب المصانع والسجن في مطرح الجنينة، والخمارات جنب المصانع والسجن في مطرح الجنينة، واطلق كلابك في الشوارع واقفل زنازينك علينا. هكا نوصل لنهاية حلقتنا لليوم من برنامج كولتور ماغ، انتظروا الحلقة الجاية اللي إن شاء الله باش نلقاو فيه ملخص على جون فيرتيوز في النجمة الزهراء التظاهرة المهمة هذية. أنا بقى لي كنقول لكم بسلامة وفي الأمان، نتلقاو كالعادة كل نهار خميس على قناة تونسنا 10:30 تاع الليل. في الأمان.